أثناء قراءتكم للنص صادفتم مفردات صعبة سنحاول شرحها من خلال الجدول الآتي. إذن نبدأ مع المفردة الأولى تتفاقم. إذن لمعرفة معناها سنركبها في جملة. أصبحت حالة المريض تتفاقم يوما بعد يوم. أي ما المقصود بها؟ جيد، إذن تزداد وتشتد سوءا. ننتقل إلى المفردة الأخرى وهي زحف. ما المقصود بها؟ إذن سوف نركبها في جملة. إذن أمر الضابط الجنود بالزحف على العدو. إذن ما المقصود بالزحف هنا؟ أحسنتم، هي الهجوم والاختراق. ننتقل إلى المفردة الموالية يخلف. نركبها في جملة لنفهمها أكثر. يخلف قطع الأشجار أضرارا بالبيئة. إذن ما المقصود بيخلف؟ أحسنتم، المقصود بها يترك وينتج. المفردة الأخرى تتيح. نركبها في جملة تتيح القراءة اكتساب المعلومات. إذن ما المقصود بتتيح؟ أحسنتم، يعني تهيئ وتيسر وتعد. ننتقل إلى المفردة الأخرى لنشرحها، المحميات. فما المقصود بالمحميات؟ نركبها في جملة. إذن يتوفر المغرب على مجموعة من المحميات الطبيعية. إذن ما المقصود بالمحميات هنا؟ أحسنتم، هي منطقة محظورة لحماية الحياة البرية أو المصادر الطبيعية. المفردة الأخيرة الوعي. ماذا نقصد بالوعي؟ لمعرفتها سوف نركبها في جملة مفيدة. إذن يساهم المواطن في نشر الوعي بخطورة التلوث البيئي. إذن المقصود بالوعي، نعم أحسنتم، هو الفهم والاستيعاب والمعرفة. أحسنتم، وللمزيد من الفهم سنجيب على بعض الأسئلة. إذن السؤال الأول، متى تم الاهتمام بالسياحة البيئية؟ أنتظر الإجابة. إذن أحسنتم، تم الاهتمام بالسياحة البيئية عندما تزايد مشكل تلوث البيئة في محيطنا الاجتماعي والصناعي. السؤال الثاني، لماذا تم الاهتمام بالسياحة البيئية؟ نعم جيد، إذا تم الاهتمام بالسياحة البيئية نظرا لدورها في إعداد البيئة النظيفة والحد من زحف التلوث البيئي. أحسنتم، السؤال الثالث، ما هي الفوائد التي تنتجها السياحة البيئية للسكان؟ فكروا جيدا. نعم أحسنتم، الفوائد التي تنتجها السياحة البيئية للسكان هي خلق أجواء المتعة وكذلك توفير الخدمات للعمال. إذن قد رأينا مجموعة من التوقعات سنتحقق الآن من صحتها، وذلك
بعد أن قرأنا النص وفهمناه جيدا. من يذكرني بتلك التوقعات؟ أحسنتم. إذن التوقعات كانت على الشكل التالي: أهمية وفوائد السياحة البيئية. التوقع الثاني: دعوة السياح للاستمتاع بالسياحة البيئية. التوقع الثالث: المناطق التي تهتم بالسياحة البيئية. إذن ما هي التوقعات الصحيحة والتي تحدث عنها النص؟ إذن سنبدأ بالتوقع الأول. هل النص تحدث عن أهمية وفوائد السياحة البيئية؟ أحسنتم. جيد، فالنص تحدث عن ذلك، إذن فهي إجابة صحيحة. ننتقل إلى التوقع الثاني: دعوة السياح للاستمتاع بالسياحة البيئية. هل النص تحدث عن هذا الموضوع؟ ما زلت أنتظر الإجابة. أحسنتم، فالنص لم يتحدث عن هذه التوقع، أي أنه توقع خاطئ. ننتقل للتوقع الثالث والأخير: المناطق التي تهتم بالسياحة البيئية. إذن هل النص تحدث عن هذه المناطق؟ أحسنتم، جيد، إذن فالنص بالفعل تحدث عن السياحة والمناطق السياحة البيئية والمناطق التي تهتم بها. إذن جيد، أحسنتم، فإجابة هي إجابة صحيحة، فالنص كذلك تحدث عن هذه المناطق. جيد، إذن انتهى درسنا لليوم. أشكركم على حسن انتباهكم وتتبعكم، ولنا لقاء جديد في الدرس المقبل إن شاء الله، فمع السلامة.